تاريخه كله، ما هي بقى دي النقطة. انت تاريخك كله في النادي الفلاني وفنشت وصلت لسن معين. انا من وجهة نظري يعني في لعيبة كتير اذكياء وفي لعيبة يعني خانها التفكير. يعني لو زي وليد سليمان، الراجل بطل مسك في النادي الاهلي، في النادي الاهلي، حسام غالي، عماد بركات، عماد متعب. ففي ناس اذكياء. يعني انا تاريخي كله في النادي الاهلي ابو تريكه، فدول كله دوت ذكاء. يعني انت فاهم، انا بقول ان حسام عاشور يعني كنت بتمنى ان هو كان ياخد برضه نفس الموضوع يبطل. حتى لو قدامك سنتين ثلاثه تلعبهم، لا كنت لازم تبطل. بس ما خرجش بالذكاء التام يعني من النادي الاهلي. يعني عارف، هي الظروف برضو كانت مش حلوه، والترتيبات ما كانتش حلوه، وكانت يعني وصلت لمرحله كانت. بس مش ملاحظ ان حسام عاشور المفروض العلاقه بينه وبين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي تتحسن؟ يعني حتى لو هو كان اخطا، ولو فرضا ان هو اخطا، يعني الامور تتحسن؟ تاريخ طويل قوي حسام عاشور تحديدا. طبعاً. يعني دي وجهه نظري. يعني وجهه نظري لازم الامور تتحسن اكتر من كده. وهو ولد مؤدب، يعني حسام عاشور لعيب محترم طول عمره وهو معانا. لا محترم جدا ومؤدب، ما تسمعلوش يمدي حسام على ورقه كده، يمدي ما يتكلمش في فلوس، ما بيتكلمش في اي حاجه. ما عملش اي ازمه خالص طول تاريخه بصراحه. فانا بتمنى، يعني انا بجد انا مبسوط ان حضرتك قلت كده. انا بتمنى ان هو لازم يكون يفكر ان هو يرجع النادي الاهلي، يشتغل في النادي الاهلي، اي حاجه، اي منصب هو محتاج يعني عايز يشتغل فيه، مثلا تدريب او اداري، لازم يرجع صراحه. طيب. يعني